يو مرحبا بكم الدراري والبنات بيان سور تما ما نساوهمش. اليوم حلقه جديده ديال جيمنج توب 7. كما غتكونوا لاحظتوا الدراري طرات واحد الوعكه صحيه واحد جوج سيمانات شويه ثلاثه ما طلع حتى شي ابيزود، ولكن انا كنوعدكم من هذا المنبر هذا ومن هذا الاستوديو المتواضع ديالي كو غدا طلع حلقه كل سيمانه، وهذا وعد مني وغادي نوفي به ان شاء الله. وندخلوا صوب الموضوع ديال هذه الحلقه الدراري اللي جو بونس غادي تخلق جدل، باسكو كاين واحد شويه الهيت ما بين الكوميونيتي ديال البي سي والكونسول على الموبيل جيمز. داكشي علاش حنا دايرين هذا الكونسيبت باش نوحدوا لي كوميونيتي وكاملين دي جيمر فيما لعبنا بي سي كونسول ولا تليفون. والحلقه ديال اليوم غتكون على البيست فري تو بلاي موبايل جيمز في الاندرويد، ونخليكم مع الانترو. وفتحوا لنا ليست ديال اليوم بموبايل ليجندز اللي هو واحد الموبا ديفلوبي وبوبليي من طرف شركه مونتون وخرج في 2016. نديو شويه على الجو وكيفاش تعرف الجو ولا معروف وتشرف الجنوب الشرقي ديال اسيا، وكان نبيل لاجو اللي تختاروا في اول مسابقه ديال الرياضات الالكترونيه دوره العاب شرق اسيا 2019 في الفلبين. من بعد هذه البريزونطاسيون الصغيره ندوزو دابا للجيم بلاي ديال الجو. موبايل ليجندز بانك بانك موبا خرج خصيصا للموبايل اللي فيها كيكونوا جوج ديال لاتيم كيفايتيو باش يوصلوا للانمي بيز، وفي نفس الوقت خاصهم يديفونديو لا باز ديالهم عن طريق قليلين اللي كاينين منهم ثلاثة توب اللي هو الفوق الميد الوسط والبوت اللي هي لالين التحتانية. هادشي كامل بالمساعدة ديال واحد ليزونيتي كونترولي عن طريق الكمبيوتر سميتهم المينيونز، كيخرجوا من لاباز وكيدوزوا عن طريق دوك لي تخوالين اللي ذكرنا قبل تجاه لاباز ديال الخصم كيفايتوا الانميز المينيونز والتاور. كل تيم كاين خمسة ديال الجوار، كل واحد فيهم كيكونترولي واحد الشخصيه اللي كتسموا الهيروز اللي كاين منهم 103 بالاشكال والانواع، كيتم التحكم فيهم عن طريق واحد الانالوج جويستيك كونترول. هاد الهيروز كينقسموا لست الاصناف: ماركسمان، اساسان، ماج، سوبور، فايتر والتانكس. اون غرو الجو بحال السيل ديال ليغ اوف ليجندز واللي نيت ناقلين بزاف، هادشي اللي غيخلي تنسنت تحت اسم ليغ اوف ليجندز في 2018 ترفع دعوه في شونغهاي موجهه للسي اي او واتسون غزو زين هو على قبل البلاجيا واللي خلص فيها 3 مليون ديال الدولار. ندوزو دابا للجو الثاني من القائمه ديالنا وبالضبط توب 6، وكنهضروا على برول ستارز. انا بيرسونيلمون من لي جوور ديال هذا الجو من لي فان ديالو، وكيجيني الجو شويه اندريتد حقاش نورمالمون انا كنلعب فيه واعر بزاف خصو يكون مشهور اكثر من هكا. هو واحد الجو فيديو فريميوم ديفلوبي وبوبليي من طرف الشركه الفنلنديه الكبيره سوبر سيل اللي عاطيه لا كلاش اوف كلانز وكلاش رويال. برول ستارز هو واحد الجو كيعتمد على ساحه معركه ملتي جوور اي متعدده اللاعبين فيا انترنيت، وجو ار بي جي ثيرد بيرسون اللي فيها لاعبين كيتنافسوا ضد لاعبين اخرين ولا ضد البوتس في دي مود دو جو مختلفين كيقترحهم الجو. ويمكن لي جوغ يختاروا الشخصيه باش غيلعبوا اللي سميتهم البراولرز، وكيتلقاو في البوكسز ولا كيتربحوا في البراول باس ولا تروفي رود، ويمكن تشريهم حتى من ستور. بالنسبه للبراولرز كاين 41 واحد كينقسموا لسبعه الاصناف على حساب الندره او لا غارتي ديالهم، كاين الكامن، سوبر رار، ايبيك، ميثيك، ليجندري والكروماتيك. كاين الاوتو اتاك اللي هي السورس الرئيسيه ديال الدماج ديالهم زائد ثلاثه ديال الابيليتيز اخرين سبيسيال. كاين سوبر اللي كتجمعوا بالدماج اللي كدير بالبيزيك اتاكس ديالك، عاد كاين الجادجتس اللي كتشراو من ستور ولا كتلقاو في البوكسز، وستار باورز اللي كتانلوكاو ملي كتطلع براولرز ديالك لغون 10 وتا هما كيتشراو من ستور ولا كتلقاهم في بوكسز. وهاد البراولرز في اشكال والانواع ديالهم كيتستخدموا في لي مود دو جو اللي كيقترحهم الجو. كاين ريزيرفد اريا فين كل تيم خاصها تحكم واحد لي دو زون، زائد جيمس ريد اللي كيعتمد على الكوليكسيون دو جيم. ما نساوش المود باتل رويال اللي فن بزاف كيتلعب يا اون سولو ولا ديو. عاد زيد كاين الرابري اللي كتعتمد على السرقه الموصوفه، بالاضافه لاحسن مود عندي انا بيرسونيلمون كنقصر فيه بزاف اللي هو برول بول اللي هو مود ديال الكره بيان سيو، زائد سام سبيشال ايفنتس بحال جاينت فايت ولا سيت. وصلنا دابا للتوب 5 ومعنا اسفالت 9 ليجندز. هو واحد جو ديال السباقات معروف شويه، وحتى ما كانش معروف نعرفوه، مديفلوبي ومبوبليي من طرف جيم لوفت برشلونه، هو الاصدار التاسع من سلسله اسفالت. اسفالت 9 ليجندز هي واحد لعبه قياده ثلاثيه الابعاد واعره بزاف، حيت كتمكن انك تجول بسيارات غاليه وسريعه في طرقان في جميع انحاء العالم. بالنسبه لطريقه اللعب في اسفالت 9 ملائمه تماما للهواتف الذكيه، وعلى جلب النصر من الشاشه كاين زر ديال الانجراف اي دريفت، وفي الجزء اليمين كاين زر خاص بالتوربو، وببساطه وانت كتحرك صبعك من اليمين لليسر كتقدر تدور الطوموبيل. في اسفالت 9 ما كاينش غير البطولات ولي مود دو جو متنوعين، كاين حتى الملتي جوور فين كتنوض في الطريق باش كل واحد كيحاول يبين بلي هو السواق. وما نساوش ستوري مود ديال الجو اللي هو وضع القصه الفردي اللي كيحتوي على اكثر من 800 مسار مخوده من جميع انحاء العالم واجده وكتسناك تسركل فيها. وصلنا دابا للتوب 4 ومعنا الجو ارينا اوف فالور اللي كان سميتو قبل ريم اوف فالور، ومن بعد سترايك اوف كينجز. هو واحد لادابتاسيون انترناسيونال ديال اونور اوف كينجز، مديفلوبي من طرف تيمي ستوديوز ومبوبليي من طرف تينسنت في الاي او اس اندرويد وسويتش. ارينا اوف فالور هي واحد لعبه ثلاثيه الابعاد من منظور الشخص الثالث متعدده اللاعبين فيا انترنيت بيان سور في ساحه المعركه موبا اللي ديجا عرفناها قبل خاصه بالهاتف.
كتكون اللعبه من بزاف ديال لي مود دو جو، منهم ثلاثه اساسيين اللي هي جراند باتل فالي، سكيرمش والابيسال كلاش. كيتنافسوا فيهم لي جوغ في دي جيم كتراوح لا دوري ديالهم ما بين 12 حتى 18 دقيقه، فين خاص كل فريق يدمر الابراج ديال الانمي في الخريطه، لكن هادشي ما كافيش للربح بحيث خاص تفرقع لا باز ديال العدو باش تاسوري الوين. الجيم بلاي او طريقه اللعب ديال ارينا اوف فالور كتشبه بشكل كبير الجو ليغ اوف ليجندز، الجو موبا ديال رايت جيمز، وهذا الاخير حتى هو تابع لتينسنت. اللاعبين في الجيم كيتحكموا بدي بيرسوناج او شخصيات الهيروز او الابطال اللي وصل العدد الاجمالي ديالهم في الجو 105، وكل هيرو عنده قدرات خاصه ديالو اللي كتميزو على الاخر. في الاول ديال الجيم كتبدا من نيفو عيان اللي هو النيفو واحد، وما حد الجيم وهي غاده، وانت كتطلع في الاكس بي وقتل المينيونز ولا الهيروز اللي ضدك نيت اللي من خلالهم كتربح الجولد باش تشري الايتيمز من الشوب، الشيء اللي كيمكنك انك تصبح اقوى وكيقربك اكثر للوين. بيان سور بحال اي جو كومبيتيتيف كاين سيستم رانكد فين كل واحد كيدخل يبين شنو عنده اللي كيكلايم بي، ولا كان بيان سيغ راه كينزل في الالو. وصلنا للتوب 3 دراري ديال هاد لا ليست، ومعنا واحد الجو جو بونس مع غنذكر سميتو يخلق واحد الهيج وواحد الجدل اللي هو غارينا فري فاير. انا جو بونس الدراري من المنظور الشخصي ديالي ان كجيمر ما كيهمش واش كتلعب في بي سي كونسول ولا موبايل، المهم هو انك كتلعب واحد لو جو اللي كتستمتع به وكتهافي فيه فان مع صحابك ولا بوحدك ولا براس. وكنشوف ان فري فاير كيستحق المكانه ديالو في التوب 7 كتوب 3 ولا اكثر، باسكو الجو بحد ذاته عنده كوميونيتي كبيره وعنده بزاف ديال الريواردز اللي كيربحهم كل عام. جو بونس هادشي كامل ما يكون جاي صدفة. غارينا فري فاير هي لعبة قتال باتل رويال، طبيعة الحال كيتم اللعب ديالها من منظور الشخص الثالث. اللعبة بحال كاع لي باتل رويال اللي كنعرفو كيتلاحو اللعابة في لاماب، العدد ديالهم في هذا الجو اللي هو كيوصل 50، واحد الجزيرة فين خاصهم يلقاو السلاحات المعدات اللي كتسمح لهم يقتلوا اللاعبين الاخرين. بيان سيغ كل لاعب كيختار فين يتلاح في البداية باستعمال باراشوت او المظلة. طبيعة الحال مكان الهبوط خاص يكون استراتيجي باش تزيد الحظوظ ديالك في الفوز ودي البويا اللي هي النصر او الوين في لعبات فري فاير. اللعبة معروفة بالرسومات ديالها او الجرافيكس ديالها اللي طالعينش بزاف، اي كيعتمد على رسومات متوسطه او شبه ضعيفه، هادشي اللي كيخول الهاتف ذات جوده متوسطه ولا هاتف عيان يخدم الجو بسلاسه او طريقه مزيانه. الشيء اللي معول الجو باش يكون معروف اكثر وتكون عنده كوميونيتي كبيره، حيث ان احد المراجعين ديال اللعبه صرح ان الا كنتي مهتم بالجرافيكس العاليين ديال الالعاب ففري فاير ماشي هو الجو ديالك، بل هو واحد الجو مناسب لك تبغى دوز وقيته زوينه مع صحابك وتستمتع. واخا الهيت اللي كتلقى الجو بزاف في الكوميونيتي ديال الجيمرز، فالجو كيحقق بزاف ديال الجوائز، نذكروا منها انه فاز باحسن تطبيق في منصه جوجل بلاي سنه 2019، واخر جائزه اللي هي احسن اي سبورت جيم اي لعبه تنافسيه على الهواتف الذكيه في مسابقه اي سبورت اوارد السنويه. وصلنا دابا للتوب 2 ومعنا واحد الجو اللي دابا محبوب الجماهير في المغرب وفي العالم العربي اللي هو بلاير ناونز باتل جراوندز اللي هو بابجي. جو غني على التعريف بيان سور، مي ضروري نديرو ليه واحد التقديم صغير ديالو. هو واحد الباتل رويال ملتي جوور بواسطة بابجي كوربوريشن، وهي واحد الشركة اللي تابعة للشركة الكورية الجنوبية بلو هول. بابجي موبايل هي لعبة اطلاق النار اي شوتين جيم لاعب مقابل لاعب اللي كيتقاتل فيها ما يصل الى 100 لاعب في باتل رويال، وهي نوع من لاست ساندين اي اخر واحد على قيد الحياة كيفوز. يمكن اللاعبين يختاروا يدخلوا بوحدهم اللي هي اون سولو، وكاين ديو او سكواد ديال الماكسيموم ديالها هو 4 اشخاص. كتبدا المباراة بلي جوغ اللي كينقزوا من الطيارة بمساعدة مظلات في وحدة من خرائط بخمسة اللي كيقترحها الجو، نذكروها اللي هما ايرانجل هي لا ماب كلاسيك واللي كيلعب فيها كلشي تقريبا، وكاين ميرامار، سان هوك، فيكندي، اخر ماب زادت هي ليفيك. بيان سور دراري هضروا لي كومونتير قولوا لنا شنو هي لا ماب اللي كتعجبكم تقصروا فيها. كيختلف المسار اللي كتاخذوا الطائره ما بين جيم وجيم، هادشي اللي كيحتم على اللاعبين تحديد افضل وقت للهبوط، وهذا الاخير خاصو يكون سريع باش ينزل هو الاول ويسبق اللوت، ما حد اللاعبين اللي ضده مازال ما هبطوا. هادشي اللي كيعطي افضليه كيمكنو يكليري لا زون اللي طاح فيها ويقتلهم كاملين، هادشي اللي كيزيد الحظوظ ديالو باش يدي الوين. لي جوغ بيان سور ما كيكونوش لاعبين غير ضد بعضياتهم، كيكونوا معرضين للخطر ديال لا زون اللي كتقلص كل شويه والريد زون اللي فيها كينزلوا قنابل السما، ولا عندك شي زهر السما كتصيفط لك شي دروب شبعان لوت في بلاصه قنبوله. من غير المود باتل رويال بابجي كيقترح بزاف ديال لي مود دو جو اخرين اللي زوينين حتى هما وفن، نذكروا منهم اركاد كويك ماتش، سنايبر ترينينغ، وار ايفو جراوند، بيلود 2.0، ارينا، جان جيم، ارينا ترينينغ، تيم ديت ماتش، دومينيشن، والاسولت. مهم باختصار جو بابجي محقق نجاحات كبيره وخصوصا في كوميونيتي ديال الجيمرز في العالم العربي، ومحطم ارقام قياسيه كبار، وانا في نظري جو يستاهل حيت الجرافيكس ديالو ما بيهش اي هاتف متوسط يقدر يخدمه بسلاسه وبطريقه فعاله. الناس اللي ما مطيليشارجينش الجو اش كتسناو؟
وصلنا للتوب بوان ديال هاد الحلقه ومعنا لو جو كول اوف ديوتي موبايل اللي هو واحد الجو كنظن انه كيستحق التوب 1 عن جداره واستحقاق. ولكن ما لاحظتوا ان التوب 3 ديالنا كان فيه غير الباتل رويالز، الشيء اللي كيحتم علينا نحطهم في التوب 3 حيت هما اللي محتمين الارقام قياسيه في لي تيليشارجمون، العدد ديال لي جوور، لي كاش برايز في تي ان. ما يمكنش نتجاهلوا هاد الشيء وما نحطوهمش في التوب 3. نهضروا دابا على الجو كول اوف ديوتي موبايل. هو واحد شوتين جيمز مطور من طرف تيمي ستوديوز ونشرتها اكتيفيجن اوغارينا على اجهزه الاندرويد والاي او اس. تم اصدار الجو 1 اكتوبر 2019. اللعبة واحدة من أكبر عمليات إطلاق الألعاب في التاريخ، حيت حققت أكثر من 327 مليون دولار مع 250 مليون عملية تنزيل بحلول 2020. نهضروا دابا أكثر على الجو بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش البلان، ميم سي جو بونس أنهم قلال. يمكن اللاعبين اختيار لاعب مباريات مصنفة ولا غير مصنفة في وضع اللاعب الجماعي. الجو عنده نوعان من العمولات داخل الجو، كاين الكريديتس اللي كيتم الربح ديالها من خلال اللعبة، والسي أو دي بوينتس اللي خاص تشريها بفلوس حقيقية، اللي ماشي ضروري حيت الجو 100% مجاني، حيت دوك السي أو دي بوينتس كيتشراو بهم لي سكين اللي ماشي ضروريين. كتقترح سي او دي موبايل بزاف ديال لي مود دو جو متعدده اللاعبين، خاصه ومحدوده تقدر تستمر الايام اسابيع ولا سيزون كامله. نذكروا منهم بروب هاند، رابيد فاير، سيك اند ستونز، 2v2، كابتشر فلاج، وان شوت وان كيل، سنايبرز اونلي، و غان جيم. وكتضمن اللعبه حتى الباتل رويال اللي معروف الكونسيبت ديالو 100 جوار كيتلاحقوا في ماب خاص يلوتي وكدا، اللي بقى الاخر كيربح بيزيك باتل رويال وصافي. في نوفمبر 2019 تزاد المود زومبي، في اللاعبين كيلعبوا فيرسس زومبيز اللي كيجيو في دي ويفز، وكتقدر تتحكم في الصعوبه ديال هاد الموجات ديال الزومبيز، حيت تقدر تلعب بالصعوبه العاديه ولا البطوليه. هذا المود صعيب خاص غير بالابطال، ولكن المود تحيد في 2020 بسبب عدم وصوله لمستوى الجوده المطلوب. ونذكروا ان الجو سي او دي موبايل ربح الجائزه ديال احسن اي سبورتس جيمز في الموبايل جيم Award. It was all for this episode الدراري، وبيان سور غتهبطوا لي كومونتير تخليوا لي لي بروبوزيسيون ديالكم على التوب 7 ديال السيمانات اللي جايين، باسكو وعدتكم انه من دابا لقدام غتبقى تلاح كل سيمانه. ونذكركم الدراري بان الجيمينغ منظمه واحد شورنوا كبيره بزاف في الجو فالورنت اللي الكاش برايز ديالها 7 المليون، 7000 دولار، اللي غادي يخرج واحد لا سيري ديال لا فيديو في الشين يوتيوب كدوي لكم اكثر على التورنوا، كيفاش تقيد، شي لعيبات على الجو اللي انتريسي الدراري. راه كاين تقياد باقي لدابا، سيروا تقيدوا. وبيان سور الدراري اللي عجبتو لا فيديو دير لايك، اللي ما عجبتوش لا فيديو حتى هو يدير لايك وبارطاجيها مع صحابك وتابوناو وبيس ليكم. يا مرحبا بكم الكاميرا نبدا العشاء. First, let's go! دوز بزاف المخرجين في حياتي. بامبيرا. إيها أحسن مخرج. يمكن واحد اللي كيتحاور معاك كاينش. هذا مقلق بحال كي. عنده نوتوريتي كبيرة في العالم، لا يحيد عليا فرونسي. نوتوريتي أنا ما فهمتهاش.